السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض 3 افكار حلوين جدا جدا ان شاء الله يعجبوكم، من العلب اللي زي دي كده بتاعه النوتيلا او بتاعه الجبنه، اي علبه بالشكل ده هاتيها كده وهنعمل منها 3 افكار. ما تنسيش طبعا الاول حطي لايك على الفيديو واشتركي في القناه، وتعالي بينا نشوف اول فكره معانا. اول فكره معايا هاخد فيها اول علبه بالشكل ده، وهبتدي ان انا اقطع الجزء التحتاني ده، يعني هناخد كده حوالي 5 سنتي من الجزء التحتاني، ونبتدي ان احنا ندخل بالقطر، بعد كده نبتدي ان احنا نسوي بالمقص، بعد كده هاجي بالقطر بتاعي وهقطع من تحت زي ما انتم شايفين، وبرده باستخدام القطر كده وبالراحه طبعا علشان ما تجرحيش ايديكي. ببتدي ان انا اخد اقطع نص العلبه اللي معايا. دلوقتي جبت كده كرتونه وخدت بيها المقاس علشان اقفل من ورا، وثبت القطعه بتاعه الكرتون في ظهر العلبه بالشكل ده. بعد كده جبت ورق فوم قطعت منه شرايط بحجم او بعرض العلبه يعني، وابتديت ان انا اغلف بيها الاطراف بتاعه العلبه بتاعتي بالشكل ده. تقدري تغلفي باي حاجه، بورق فوم جليتر او ساده، وكمان تقدري ممكن تعملي بشرايط ساتان، اي حاجه كده متوفره عندك تقدري تزيني بيها استخدميها. وكمان هقطع يعني الجزء من تحت كده نص دايره زي ما انتم شايفين، وهثبتها برده في القطعه دي بالظبط. ده كده هنعمله زي الديكور، وهنحط فيه ورد وزرع، وهقول لكم هنستخدمه ازاي. جبت معايا فروع زرع كده كانت قديمه عندي، وابتديت ان انا احطها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، يعني جزء كده يكون طالع لبره وحبه داخلين على جوه. وكمان جبت ورد من الفوم وحطيته بالشكل ده كده. ممكن تحطي من تحت اللي هو الفل، وممكن ما تحطيش يعني هي مش محتاجه. بعد كده جبت لزق دبل فيس وحطيت قطعه على ظهرها. طبعا اللزق ده انت تقدري بقى تلزقيها على الحيطه، او ممكن تحطيها على التلاجة بتاعتك، او تحطي فيها مغناطيس لو حابه، ممكن برضو تلزقيها باللزق الدبل فيس كده زي ما انا عملت. وده كده شكلها النهائي بعد ما علقتها، شكلها حلو جدا، ديكور كده بسيط جدا وسهل خالص زي ما انتم شايفين. لو عجبتك اول فكره ما تنسيش تحطي لايك، وتعالي بينا نشوف الفكره الثانيه. من بقيه العلبه اللي احنا لسه مستخدمينها هاخد بالمقص كده، وهبتدي ان انا ادخل طبعا بالقطر زي ما شفتوا معايا، وبعدين هقص الجزء اللي فوق من العلبه بتاعتي بالشكل ده. هبتدي دلوقتي اغلفها معايا هنا. دي كانت طرحة قديمة عندي مقطعة كده، فابتديت اخد منها الاجزاء المظبوطة او الكويسة يعني اللي مش فيها قطع ولا حاجة، وهبتدي ان انا اثبتها على الاطراف من العلبة طبعا بمسدس الشمع كده زي ما انتم شايفين معايا. هنثبت كده لحد ما نوصل للجزء ده، وبعدين هبتدي ان انا اقص الزيادات يعني بسويها كده على بعضها، وبعد كده طبعا هشيل الزيادات دي كلها. تقدري بقى الخطوة الجاية اما تستخدمي الخيط الابرة والخيط وتبتدي ان انت تخيطي، يا اما تستخدمي برضو مسدس الشمع وتقفلي بقى كده الجزئين على بعض. انا قلبتها على ظهرها علشان لما اقفل واجي اقلبها تاني على وشها يبقى التقفيل شكله كويس. يعني انا بستخدم هنا كده معايا مسدس الشمع، زي ما بقولك ممكن تستخدمي الابرة والفتلة وتبتدي ان انت تخيطي فيها، او تستسهلي يعني زي ما انا عملت كده وتستخدمي مسدس الشمع. بعد كده هرجع اقلبها على وشها وهقفل الجزء اللي هو اللي تحت ده يعني. ودلوقتي معايا شماعه قديمه كده بلاستيك من اللي هم الشماعات الخفيفه قوي دي، جيت كده بالمقص وقطعت الجزء اللي فوق ده، هو ده بس اللي انا هكون محتاجاه. ومعايا الكاويه بتاعتي، فتحت في الشماعه فتحتين، وكمان في الغطا ده فتحتين، الاتنين يكونوا كده في نفس المستوى تقريبا. وبعدين جبت معايا شريط ساتان، ممكن حبل، ممكن خيط، اي حاجه، وابتديت ان انا ادخل من الفتحتين دول واطلعهم على العلبه نفسها. وطبعا هنعمل عقده كده وعقدتين ثلاثه حلوين علشان خاطر نمسكهم كويس جدا في بعض ما يفكوش خالص. دي بقى تقدري تستخدميها زي الشنطه اللي هي بتاعه المشابك دي، تبتدي ان انت تلمي فيها المشابك بتاعتك كلها بالشكل ده. طبعا هي طويله، تقدري تتحكمي برضو في طولها وعرضها، وممكن كمان تقفليها بالغطا بتاعها كده زي ما كان. وعندك بقى الجزء بتاع الشماعه ده، هنعلق الشنطه بتاعتنا دي في البلكونه على اي مسمار او حاجه، والغطا بتاعها برضو هنقفل الشنطه هنقفلها بالغطا بتاعها عشان لما نيجي نستخدمها. طبعا ممكن نحط فيها زي ما بقول لكم مشابك، ممكن كمان تستخدميها استخدام تاني وتعلقيها في الدولاب بتاع الملابس يعني، وتلمي فيه كده الحاجات والرفايع الصغيره. ده كده شكلها بعد ما علقتها. طبعا هي طويله معايا، ممكن تقصريها شويه كمان او تسيبيها زي ما هي كده. فكره بسيطه خالص كده وعمليه زي ما انتم شايفين. يا رب تكون الفكره دي عجبتكم، ما تنسيش تحطي لايك على الفيديو لو الفكره التانية عجبتك. لسه فاضل فكره، تعالي نشوف الفكره الثالثه اللي معانا من بقيه العلبه برضو.
طبعا الجزء اللي في النص ده ابتديت ان انا اقطعه نصين زي ما انتم شايفين، بس طبعا النصين ما لهمش قاعدة خالص، فجيت بقى بالكرتون كده وجبت نص قطعت دايرة، وبعد كده قمت اقسمها نصين علشان خاطر طبعا احط نص هنا ونص هنا، وهبتدي ان انا اثبت كده نص الدايرة ده على القطعة البلاستيك اللي معايا بمسدس الشمع، ولو في زيادة او في حاجة كده مش مظبوطة نبتدي ان احنا نقصها ونسويها. هعمل كده برضو على القطعة التانية وهثبت نص الدايرة فيها، وهنشيل برضو الزيادات زي ما بقولكم. كده شكلها بقى متساوي. دلوقتي هبتدي ان انا اغلفها معايا ستيكر، الستيكر لونه سيلفر كده او فضي، هبتدي ان انا اغلفها بالشكل ده، هنشيل كده لو في اي زيادات او حاجة، وهنيجي من تحت هنبتدي نعمل نقطع كده شرايط علشان خاطر نعرف ان احنا نقفل كويس من تحت، طبعا لان هي جاية على نص دايرة. كده انا خلصت العلبتين اللي معايا، ظبطتهم كويس وغلفتهم كويس. جبت معايا دلوقتي شريط ساتان قطعة كده صغيرة، وهبتدي ان انا احط على الاطراف يعني زيادة تزيين يعني. وبعد كده عملت فيهم كده صغنطوطة من نفس اللون وحطيتها، وهعمل كده برضو تاني في العلبة التانية، هنكرر نفس الكلام، هنيجي على الاطراف ونحط شريط صغير، وكمان هنحط فيهم كده صغنطوطة. بعد كده كان عندي كده قطعة كرتون قوية غلفتها هي كمان بستيكر، نقدر بقى ان احنا يعني نحط عليها العلب بالشكل ده، يا اما بالطول يا اما بالعرض. انا هعملها معاكم بالعرض، شكلها عجبني اكتر. هغلف قصدي هثبت العلب عليها بالشكل ده، قفلتها كده كويس جدا وثبتها كويس جدا وتأكدت انها ثابته كويس. دلوقتي نشوف بقى نستخدمها في ايه. ممكن في علبة منهم ممكن تحطي زرع او ورد كديكور يعني، وفي العلبة التانية ممكن تنظمي فيها الاقلام بتاعتك، الادوات الصغيرة يعني بتاعتك كده، تحطيها جنب المكتب بالشكل ده، وممكن كمان تعلقيها على الحيطة او ممكن تثبتيها على المكتب بتاعك، ويعني هنعمل لها حبل من ورا كده وتعلقيها على الحيطة، او ممكن تستخدميها يعني شكل ديكوري بس كده، وتحطي هنا زرع وهنا زرع وورد وكده، وبرده تعلقيها على الحيطة، ويبقى كده عملنا يعني فكرة واحدة عملنا منها استخدامات كتيرة جدا، ممكن زي ما بقولك كديكور، وممكن كمنظم ممكن تحطي فيه الادوات بتاعت الميك اب بتاعتك، او تحطي فيه حاجات بتستخدميها مثلا تعلقيها برضو في الحمام، يعني لها استخدامات كتير. شوفي انت محتاجة ايه بالظبط ويوظفيها على حسب احتياجاتك. وبكده انا خلصت معاكم الفيديو بتاع النهاردة، عملنا 3 افكار كلهم تقريبا من علبة واحدة، عملنا منهم افكار حلوة جدا وكلها مفيدة وكلها محتاجينها. يا رب الافكار بتاعت النهاردة تكون عجبتكم. طبعا ما تنسوش تقولولي ايه اكتر فكرة عجبتكم، اكتبولي في الكومنتات، وكمان ما تنسوش لو عجبتكم الافكار حطوا لايك على الفيديو، وكمان اشتركوا في القناة لو كنت جديدة معانا او مرة تشوفيني، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الحاجات اللي بقدمها بعد كده، وما تنسيش تعمليه على علامة الكل عشان يوصلك كل الاشعارات. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وافكار جديدة قريب جدا. مع السلامة.